السلام عليكم. اليوم تحدي حد صراخ مع احمد. سلام سلام. لا انا تسوي لي توكاري قسم بالله بالمقطع ما يتصور له بالعقاب. ايش السالفه؟ منتج سوي فلاش باك على التحدي. شوف فلاش باك اللي يذبح الثاني انت تحط احط انا بقناتي مقطع كامل السكس بي اون توب ممتاز، انما في المقابل انت $500 ايزي. احمد الله يقطعك الله يقطعك يا شيخ. والله انها توبه. شفتوا يا جماعه توبه هو زين زين وجاني التحدي. والله العظيم هذا المقطع اقرا عشان ما تغلط خلاص كنت بكمل. ها اوكي يا سلام الله يكرمك. اشوف صاير احلى بالله احلى. أحسن طيب أوكي شو الفكرة الحين؟ ما يخالف. طيب الفكرة كالتالي بيكون عندنا سلمك الله اللعبة هذه. اللعبة هذه أنت وصراخك أنت وابداع تعرف أنت الصراخ عاد ابداع مو بأي من بعد طال عمرك حنا نتعلم. كل واحد بيكون عنده روند أكثر واحد يوصل بوينت. هذه اللي أمسك الجوال أقول أيوه بس ممتاز جاهز دويري زعود. دقيقة ما بدينا والله زعج. صبر يا جماعة من الحين اللي ما يبغى يصدق حط لايك وسلام عليكم. ومنجع صعيدي ودنا أخوك البرسع عندك بداية ها؟ اسكت. لا دقيقة وصلت شاهدة. اسمع نفس واحد نفسها يمكن نفس واحد اجيب امها نفس واحد. اتحدك تكتب السكس بي باقي وجهك. لا 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 هنا وهنا. لا 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 ما احتاج. يمشي ولا انا امشي معه؟ انت يا سلام رب الكعبه اللي ما ادري ان في اشياء تذبحني. ما يدخل. ليش مسوي انت قبلها ولا لا؟ ما يدخل. عاد رجولي انا ما اعرف اللعبه. ما تعرف اللعبه خلاص تعلمت الحين. هذا الدرس الاول هذا الدرس الاول شباب. طبعا في عقاب اخوان اللي يغلط او يموت او يصير اي شيء بيتنزل ولا كلمه تسمع لنا. لا تتكلم انا ساكت وربي تتكلم اترك دول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن ما يندس كيف ركز يدي. اللهم لك الحمد. وين نفس مرحلته؟ والله مو نفس مرحلتي في باب ثاني يعني. والله هي نفسها الحين بلعب. الحين اوريك المهارات الصراخ الابداع مو عند اي احد. جاهز؟ بسرعه اطول. جيب هذا يا عمر استهبال. استهبل اذكر الله الله يقلعك ابو القهر والسام. اس اكس بي خلي فوز طرق. كي ما طحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة ركان كلوا حلاوة.
كله حلاوة. شو قامت يدعنك عشان كله حلاوة ذي؟ والله انك رجال والله انك الصح. اوكي اوكي الله انك الصح. الله يسعدك يا شيخ. والله حسيت اني قلت غلط. اعمل نفسك مي اعمل نفسك مي. قال ار كي كي. والله حسيت اني ار كي كي. معليش اقسم لك مخرج ار كي اي صح. يا رب المصحف يا حمد ار ار اي. يا فضحي فضحه يا فضحي فضحه يا براين الله براين الله ار ار كي. لا يا صعيدي وابن اخوك البورسعيدي ار ار كي. لا تحطونه استخدموه يعني لا تحطونه بس استخدموه يعني اشتروه. بسم الله عليك يا رب. خلنا حبايب ترى بطبع الثاني هذا بعينك. السلام عليكم. السلام اسكت. عليكم عليكم. هذه ابغى لها رجال ما عليك انا عرفنا بس قبل ما اعرف لها انا بسم الله بسم الله. ما يحتاج ما يحتاج اسمعني كنت اطيف معك والله. كنت اطيف معي صح؟ ايه عشانك حاط ال 6 بي ارفع رجلك بقناتي شنو ال 6 بي انتم شباب تكفى ال 6 بي شباب ال 6 بي ال 6 بي يلا اعطيناكم وجه للمرحله اللي بعدها. تعليقه تعليقه على الاخر جلتش. خلاص يا جماعه مهزوله تعاد من وين هالحزات. صح قبل صح قبل انت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله رب العالمين. حرام عليك يلا بعد بس اقول لك شيء بخليها خفيف بسرعه لا تصدق. طيب اقسم بعزه لا لا زعلك. الو شباب شباب ما بدنا نعال يا اخي اقرا من قال لا تحط نعال عندك ترى مشوار حطها في ما بقى ما بقى ما بقى. انا تعرف انسان من قلبي طيب دائما طيب انسان قلبي طيب. فكرت تقول زليت زليت من زمان يا عيال. والله انتم محب العقاب ورب الكعبه موجود احنا با 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 ما با 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 يا اخي خلص يلا يلا حبيبه لطيفه لطيفه طيبه طيبه ما 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 طيبة هذه طيبة. يلا يا شباب الحين حنا بنفوز في اللعب. بها هذه شوف هذا خشب يطير سهلة ترى دائما الأشياء بسيط بسيط شي يقهر والله ودي سامع اقسم بالله رجلي والله العظيم اني اسف نوقف طيب والله كثرنا طيب والله كثرنا طيب اي خلاص سمع جماعة ضربنا والله يستاهل والله يستاهل كثرنا طيب. اسمع تحدي كالتالي انك تسكت. يلا يا جماعه عاد طقطقنا اليوم خلاص اللعب بيكون جدي جدا جدا ما بيكون اي في مزح فيه اليوم. بديت انقهر من هذا قهرني. شوف اسمع كلام سياحي رمضان رمضان في مشكله والله في مشكله رفعت السنس مره رفعت السنس ما يحسب ما تحسب رمضان في التحت طاح. اسمع اللي يفوز بيجي الثاني جده اخيره دم. شوف المرة هذه بركز قولي ليش لاني بعد هذه اللعبة ما لا ايش قاعد تسوي قاعد تلمس ايه لعبة ما. بسم الله الرحمن ارحم الراحمين اللهم صلي على محمد واللهم سهل ويسر امرنا بالدعاء وال بالدعاء فزت في ذمتك. الحمد لله الحمد لله. دقيقة 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 من اللي يفوز دقيقة اللي يفوز ايش؟ اوكي 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 سب الله اسمعني 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 استغفر الله استغفر الله يرحمني والدك يرحمني والدك والله العظيم اني بكتب مو بجبهتي بس 6 بي في خدودي ها ايش رايك؟ ابغى صوتك والله صمتك فاز اللاعب وصل رب الكعبة والله العظيم انك معتوه والله الذي يرفعك.
ان هذه توبه احد مقطع مسح الكود مسح اي كمل والله يا اخوان استغفر الله واتوب اليك توبه ايوه اطلع مقطع معك في جد في زنوبه مركز معي انت جلست ما كان في عقاب يا احمد شكلك حط عقاب تفضل زنوبه شكرا لكم يا جماعه الخير تفضل لا تنسون يا اخوان لايك سبسكرايب الله يعطيكم العافيه اذا تبون مقاطع زي كذا اكتبوا لي بالكومنتات شكرا لكم الرحمن الكريم ار ار كي شباب ار ار كي